المتحدث الناجح هو قدرته على الإدهاش. إذا بدأت نهارك بطاقة جميلة، أنت بتجذبي كل الطاقات الجميلة. بشوف حالي مقاتلة، بس مقاتلة رقيقة. لما راحوا صراحة انقطع الحبل السري مع الحياة. Once إحنا صرنا دعينا المثالية، نحن نفشل ونتراجع. أنا إذا صممت بس رب العالمين بيغير أقداري. هند خليفات بيحكوا الناس إنه أنا كاتبة محترفة وفنانة، وفي الحياة أنا مدير منصة بتدرب المتحدثين. أنا بشوف نفسي إنه أنا عاشقة للحياة، برسم، بكتب، بدندن، بعمل شوية باريستا ثينكس، فأنا مجربة جيدة. المتحدث الناجح هو قدرته على الإدهاش. في عصر الزمن تفتح الموبايل بتلاقي محتوى كثير كبير، المتحدث اللي بيقدر يجذبك ويخلي رسالته تمر أو رسالة الجهة اللي بيحكي عنها هو قدرته على صناعة الدهشة. وانس أدهشتي المتلقي، أنت خلاص صار معك. أنا لما أنا التحقت في هذه المهمة الجميلة والمدهشة منذ حوالي عام أو أكثر شوي، يمكن أفضل شيء لتصنع متحدث جيد أنه يكون اشتبك مع الإعلام بشكل، كتب، رسم، طلع عمل مؤتمر صحفي، دندن، كتب، اشتبك مع متحدثين. يمكن بعتقد انه البداية انه لما اختاروني اكون بهذا المكان، يمكن شافوا انه بقدر ما اكونش اقود هاي المؤسسة بشكل تقليدي، لانه عم نحاول هلأ انه نصنع متحدث جديد قادر ينافس في عالم بعض الحروب بتكون فيه كلامية. أعتقد أنه أفضل نصيحة لشخص بده يكون public speaker ناجح ومتميز أن لا يتوقف عن القراءة، بس مش القراءة العادية، القراءة اللي بتدخل بالدي ان ايه، بده يشوف الشكل، بده يختبر الجملة ويجرب وين الويكنس وين السترينث، وين نقاط القوة وين الضعف. أحيانا الموبايل ممكن يكون يساعدك تعرف وين قوتك وين ضعفك، تفتح الكاميرا تجربي تحكي، وكمان تكوني على اطلاع بالقضايا المحلية والعالمية. لن نصنع متحدث جيد دون أن يكون اشتبك مع قضايا كثير مهمة حوله، ويكون هو قادر على أنه يتقبل الخطأ والفشل وما يدعي المثالية. Once إحنا صرنا دعينا المثالية، نحن نفشل ونتراجع. من أجمل الأسئلة اللي انسألتهم، يمكن اللي بيشوفني على الستوري، بيشوفني انستغرام، بيعرفوا أني أنا بصحى الساعة 5 الصبحيات بتمرن، بعدين بروح بشرب القهوة بطريقة، بتشرب قهوة مش لل يعني فقط للحنجرة والمعدة، بشربها للروح، وبعمل تمارين التأمل. أنا عمري 44 سنة، فبصحى الصبحيات بمزاج عالي جدا، وبعد هيك يعني ببلش باستقبال الطاقات الجميلة. إذا بدأت نهارك بطاقة جميلة، أنت بتجذبي كل الطاقات الجميلة، فأنا باخذ وقتي قبل ما أروح على تيمي والمكتب والمتدربين، بحس إنه عندي مزاج كتير عالي. والناس طبعا اكيد عندي مشاكل بالحياه واكيد عندي تحديات، بس بحاول انه اعزلها تماما. اول شيء يمكن انا عندي تيم قبل ما يعني اكون هنا بدرايه، عندي تيم بالاردن وشركه لساتها قائمه وصاروا اشطر مني. يعني انا لما عملت الخطوه جيت على درايه كان عندي شركه فيها 12 موظف، صاروا اشطر مني. يعني في اشياء بيحكوا لي ابعد شوي هند احنا بنعملها، انا بامن فيهم، ما بشعر بالتنافس إلا مع النجاح والناجحين، فبحس إنهم أصدقائي، بنحكي مع بعض. وبعديش اللي يمكن الإشي اللي ميزته إنه وشفته أحسن طريقة، إنه ابتعدت عن الأنماط إن المدير شخص مقدس والمدير شخص غير قابل للخطأ. بالعكس، أنا بعتبر حالي صديقة جيدة بسمعهم، ولما أخطأ بيحكوا لي إنه أخطأتي. وبعد هيك بطلت أكسب بس موظفين، صاروا أصدقاء وحلفاء. يعني ازاي بقدر انه ادير حياتي بشكل انه ادارة وشغل، وبحب الفاشن انا، وبحب القهاوي، وبحب اعمل سياحة،
وبحب أركض وبحب أعمل الرسم بتاعي. بعتقد إنه تتعلمي كيف تديري مهام متوازية، يعني مثلا تدلجيت، يعني مش كل شيء بعمله بإيدي، يعني بدفع أشياء مصاري أكتر عشان الناس تشتغل لي. يعني كيف مثلا ما بدخل حالي إلا بالحروب الكبيرة، يعني في أشياء صغيرة ممكن تدفعيها من وقتك وممكن تدفعيها من جيبك، أنا بختار أدفعها من جيبي عشان الوقت هذا أعمل فيه أشياء تانية. فأثناء ما أنا بكون بعمل إشي، في بيكون حدا بيساعدني أو بيعمل هذا الشيء، منه بياخد فرصة أو بياخد شغل، ومنه أنا كمان بقدر أركز على الأشياء اللي إلها أولوية بحياتي. وأعتقد إنه تصحي بكير، يعني هذا العادة اللي بتمنى كل البشرية تعرفها عن قوة الصباح، قوة الطاقات اللي بتتركز أصلا بيولوجيا. بيحكوا لك الأكسجين ونسبة الإشباع الصبحيات أعلى ما تكون، فأنت كل ما بكرتي كل ما قدرتي تحقق الظفر والإنجاز، وتحسي إنك قادرة تسبقي وتكملي كل نهارك في حالة سباق. يعني بعتقد يعني عندي تحديات أكيد مثل كل سيدة وفتاة عربية. أول شيء عندنا تحديات القلق، العالم عم بيتغير بشكل سريع، الحياة بطلت إنه أنت بمعزل بثبات وأمان، لكن بعتقد إنه بتجاوزها بكثير من الرضا. يعني بطلب من حالي إنه أكون راضية وما أدقرش يعني على كل إشي، ونس إنه إحنا صرنا بنوقف على هاي الشغلة وأخاف نتراجع بالحياة، فأنا بمشي ونس أنت مشيتي يعني بتصير الدنيا تعطيك فرص أفضل. يعني بزعلش كتير، يعني أنا بتأثر بالزعل 4 ساعات، هذا أطول مدة زعل عندي، بعيشها وبفكر ليش هيك صار، وإذا أكيد صار هيك عشان إشي منيح رح يصير لي. الإيمان الحقيقي بالإضافة للعبادات، الإيمان حسن قبول أي تحدي بالحياة، هذا بعتبر روح الإيمان الحقيقية. بشوف حالي مقاتلة، بس مقاتلة رقيقة، يعني مقاتلة بطريقة ما بصنع عدوات ولا أدعي القوة لأنه في ضعف وفي أشياء فشلت فيها، لكن بعتقد أنه بقدر أشوف حالي أنه سيدة عايشة على الحواف، وهناك متعة عظيمة أنه تعيشي على الحواف، تستمتع أكثر، أنه فيها تجدد، فيها دهشة أكثر. ويعني أكيد عندي قلق العمر، يعني أنا بشوف صبايا بعمر 20 بكون جاي على بالي أحكي لهم استمتعوا واصنعوا الفرق من هلأ، عشان لما العمر عم بيتقدم تكونوا أنجزتوا وحققتوا وجربتوا. ودايما إنه لا تتوقف عن التجربة، لأنه أنا مثلا عندي بلان هلأ عم بتعلم لغة سويدية، وكل يوم عندي شي ربع ساعة عم بتعلم أكثر وعم بتقدم بهاي اللغة، رغم إنه مش لغة كتير على تماس مع العالم العربي، بس دايما عندي أشياء أتعلمها. قبل سنتين تعلمت الباريستا وأخذت سيرتيفايد باريستا، كانوا يستغربوا الناس لما يجوا على الكافيه يلاقوني CEOs وصافي سيارتي وعم بمسح الطاولة وباخذ طلبات. كل ما كسرت وعملت تجارب جديدة بتجددني الحياة من جوا وبينعكس علي من برا. يمكن الحاجات اللي نفسي أغيرهم فيها إنه أنا شوي عندي وسواس قهري، يعني بتقن الأشياء كتير. كيف يعني؟ مثلا إنه دائما هاجس التنظيف كتير بياخد من وقتي، وحتى إذا مش وقتي إنه اللي بيشتغلوا معي بيعرفوا إنه معايير كتير عالي، بضلني أعيده وأزيده وأمسح إيد الباب وهالقصص هاي، وممكن خططي بالطلعة أرجعها عشان إنه بدي لازم السيارة تكون مغسلة وأنا كل شيء تمام. فيمكن هذا إشي عم بشتغل عليه، بس أنا مدركة إنه هو عم بياخد من وقتي، بس مش عشان مرض أو خوفي من كذا، يمكن تعودت إنه دائما الأشياء تكون جديدة فرش، هذا شوية نفسي أغيره فيه. ويمكن بحب مرات إنه يجي على بالي إنه أجي على حالي، يعني أنا لحد الآن من الأشخاص اللي عندهم عادات ليلية ثابتة تقريباً، دائماً بنام بكير، فحتى شو ما كنت مسافر شو ما كنت طالعة أنا أول حدا بيكون يعني نعسان، وحتى لو كنت طالعة مع أصدقاء بصير أنا أتثاوب وأنعسهم. بتمنى أشتغل على حالي أكتر إنه أقدر أجي على حالي، لا ما بقدر أجي على حالي، برجع بنام بكير. يعني الحاجة اللي نفسي تفضل فيها إنه تضل هند خليفات، البنت البدوية البسيطة اللي ما غيرت الحياة. سافرت كتير دول بالعالم واختلطت وجيت ورحت ونجحت وفشلت، بس لحد الآن الحمد لله بشعر إنه جواتي طفلة بتهشها مرات فنجان كتير حلو بالمحل بالقهوة، بتهشها ضحكة بتهشني الفساتين،
لساتني بقدر أندهش على أشياء كتير صغيرة رغم أنه جربت واشتبكت بالحياة بشكل حقيقي. فإن شاء الله يا رب أضلني الطفلة اللي بتخطأ وبتتدعثر مرات، أو بتتعثر زي ما بنقول هيك بلهجتنا. يعني أنا محظوظة أنه أنا طلعت من بيت كتير حنون، يعني الحنان كان عندنا كتير واضح. أنا أمي وأبوي متوفي من سنين، وأمي راحت يعني بمرض صعب كتير، وبعديها بأقل من سنة راح أبوي الله يرحمهم. يعني لما راحوا صراحة انقطع الحبل السري مع الحياة، يعني ضلتني فترة تعبانة صراحة. بس صراحة الإشي اللي كان مفيد بهذا الغياب المفاجئ، صرت أقدر جودة الحياة، صرت أحس أن العمر بيمشي، فصرت أنه بدي كل لحظة أعمل نجاح، بكل لحظة بدي أسعد حدا، بكل لحظة بدي أتجدد. يعني بعد حياتي قبل وفاة أمي كانت حياة، وبعد وفاة أمي الله يرحمها أنا تحولت شخص تاني. فهدول النقاط يعني مهمة بعلاقتي بأهلي. والحمد لله يعني عندي إخوان وخوات شربنا الحنان وتربينا عليه. أنا بقول إنه عائلتي عندنا الدي إن إيه تاعنا مكون من الحنان. يعني في صفات كتير حلوة بالناس، بس أهم صفة بتفرق بحياتك والأشخاص اللي حواليك قدرتهم إن يكونوا حنونين. فعلاقتي بأهلي ممتازة الحمد والشكر لله، ويمكن بشوف فخرهم في، يعني إنه لما يشوفوني أنا بعيدة عن أهلي ودائما فخورين فيي، بشوفهم لما بيعملوا لي شيرز ولايكس وكذا، رغم انه انا اللي كنت البطه السوداء بيناتهم. يعني كلهم بيشتغلوا بوظائف حكوميه، او اختي كانت نائب في البرلمان الاردني، اخواني دكاتره ومهندسين، انا الوحيده اللي رحت الطريق الجبلي الوعر، اعلام وكونتنت وسوشيال ميديا، وكان يصير علي اتاكس كمان بالسوشيال ميديا. بس هلا بشوف كثير قبول ومحبه وفخر. أمي أنا أكثر حدا، أكثر صفة أنا أخذتها من أمي أنا بشبهها، أخذت منها البرج. أنا برج الحوت، أنا وياها كثير بنشبه بعضنا. يعني أنا بشعر إنه الحوت، يعني كل الأشخاص اللي بقابلهم برج الحوت بقدر أميزهم على قدرتهم إنه يغوصوا بهيك بعمق كثير عميقين. يمكن مش عارفة إذا صح أو لا، بس بحس إنه في فرط مشاعر وحنان. بس في نفس الوقت أخذت من أبوي يعني الله يرحمه قوة التصميم. أنا إذا صممت بس رب العالمين بيغير أقداري، ما يعني ما بنثني، خلص بدي هاي الشغلة بنفذها، ما بدخل بالمعارك الصغيرة والمهاترات، بعرف شو بدي وصيادة جيدة. يعني لما مرات الحياة تكرمني بحب أن أتذكرهم بالأشياء الحلوة. لما أشوف أشياء أنجزتها مرات بقول إنه أمي كانت حتكون فخورة فيي لو كانت عايشة، لأنه بتذكر لها مشهد لما كنت طالبة بمدرسة حكومية في معان بجنوب الأردن. كانت المدرسة جنب البيت، فكانت بالمدرسة تسمع اسمي على الإذاعة المدرسية، وأنا من زمان بلقي وكانوا يجيبوني عرفت الصف والإذاعة المدرسية. فكانت تسمع من بلكونة البيت اسمي الصبحيات بالطابور الصباحي، ولما أقرأ الكلمة الصباحية، ولما أرجع البيت تعتمل لي احتفال. فكانت تقول لي لمعتي هند أبو اللمع، ولما كبرت سألت مين هند أبو اللمع، طلعت فنانة لبنانية مشهورة. بتخيل إنه لو كانوا عاشوا أكتر كانوا حيكونوا مبسوطين أكتر، إنه كيف قدرت أضلني يعني متماسك. أنا ما بقول عن النجاح اللي حققته بالشغل أو بالشهرة أو هذا الشيء، أنا بقول على إنه قدرتي إنه أضلني متماسكة وأضلني بشبه البنت البسيطة اللي ربوها. شكراً أمي وأبوي الله يرحمكم، إنكم ربيتونا نكون حنونين، لأنه في زمن القسوة فيه صارت فضيلة. شكراً إنكم ربيتونا إنه نضلنا عنا قلب نتحسس فيه، يعني عنا قلب نشعر نتأثر. شكراً إنكم ربيتونا على عزة النفس، خامة كتير كبيرة للإنسان إنه يكون الإنسان عنده عزة نفسه وكرامة. دائماً الذكريات عندي نعمة، لأنه نعمة حتى لو كانت قاسية بتذكر لها الأشياء عشان ما أرجع أعيد الأخطاء اللي صارت. دائماً دماغ الإنسان بشو بيعمل وقت الذكريات، بجملها أو بيحتفظ بالأشياء الحلوة، والحمد لله عندي ذاكرة جيدة. بشيل 3 دقائق وبعد 3 دقائق بنسى. يعني عندي كتير خيارات بالحياة، يعني ما بتوقف عند الناس والفرص والمواقف. بعرف إنه الله دائما بيرتب لي الأقدار اللي بعدها أحلى وأجمل، فعادي بحكي نكست وبكمل وبطلع على إشي أعلى.
واللي زعلوكي واللي راضوكي بضلهم مكانهم وانت بتطلعي على مستوى اعلى. فونس انت صرت عندك هذا الشيء بتقولي بتزعلي دقائق بس لا ما بشيلش ابدا يعني. لو حد زعلني بحياتي ما هو بيعتمد على مستوى الضرر، اذا كان الضرر مع اسرار لا بيكون هو انتهى تماما او هي انتهت تماما، بتمنى له بخير وبمشي لقطف فرصه جديده واقدار جميله جديده، بس ما ببذل جهد بالحقد والكراهيه، هاي طاقه مش حلوه بتاكل الواحد يعني. ونس الواحد صار عنده غيره وحقد وغيره جواته بتطلع طاقه مش حلوه. عشان بدي يصير عمري ان شاء الله، ان الله كتبنا العمر عمري 69 سنه مثلا، وبدي احاول اضل شوي في عندي طاقه نور اللي حوالي يحسوا بهاي الطاقه. الناس بتحب الصورة المثالية، الناس بيحبوا اللي برش سكر على الموت، أنا برش السكر على الموت. هذا المنشور لما انبث من لقاء تلفزيوني اللي عملته عمل لي كتير مشاكل. الفقر 90% من حالاته في العالم قرار. إذا فتحتي تليفوني بتلاقي على النوت خطط لعشرين سنة، والأشخاص الحقيقيين زي الأحجار الكريمة ما بتقدم ولا بتخرب، بالعكس كل ما مر الوقت بتختمر. يعني خلاص بحبه إنه هذا الإنسان بقبله وبستمتع أصلاً بالعيوب اللي هو فيها وبستمتع بكل التفاصيل. هو منيح وأنت منيحة، بس كان هذه الطاقة ما تكملت مع بعض بنفس الإفورت، إنه ما ننطوي على نفسنا ونحس إنه أنا عم بعمل الذرة. لا، العالم للأسف بيتجدد كل 3 ثواني.